أعزائي طلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نواصل المحاضرات المتعلقة بمقرر إدارة المشاريع، وبعدما تطرقنا في المحاضرات السابقة إلى الأسس أو المفاهيم الأساسية في هذا المقرر، وتكلمنا عن إدارة المشاريع أو إدارة المشروع في المحاضرة السابقة، وقلنا أنها إدارة يعني متكاملة مثل أي منظمة تبدأ بتخطيط وتنظيم وتنتهي في النهاية إلى مع مرحلة الرقابة. إذن إدارة المشروع مبنية على أسس واضحة وتعتمد على مبادئ إدارية معترف بها متعارف عليها. في هذه المحاضرة سوف نتكلم عن تنظيم المشروع، وسوف نتطرق إلى ما هي المرتكزات الأساسية المتعلقة بإدارة بتنظيم المشروع، وما هي الأشكال التنظيمية السائدة في إدارة المشاريع. وهذا مهم جدا، لأن هناك أنواع معينة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ويجب أن نتعمق فيها. ما هي إيجابية وسلبيات كل شكل من هذه الأشكال التنظيمية، لأن اختيار شكل معين من أشكال تنظيمية نجد فيه إيجابيات كثيرة، ولكن قد نجد فيه سلبيات. هذا الاختيار يجب أن يكون مبني على أسس معينة تختلف من منظمة إلى أخرى، من بيئة إلى أخرى، ومن عوامل أو بسبب عوامل عديدة. إذن يعني فيما يخص أشكال تنظيمية المعترف بها والتي نعرفها في إدارة الأعمال، فيما يخص إدارة المشاريع قد لا تصبح ذات فاعلية كبيرة ولا تحقق أهداف المنظمة فيما يخص الوصول إلى النتائج من وراء المشروع. كذلك قلنا هناك تطور هائل فيما يخص التكنولوجيا، وهذا شرحناه فيما يخص المحاضرة الأولى، وقلنا أن البيئة معقدة وتداخل الأطراف ووجود تطور هائل في مجال التكنولوجي يسمح أو أدى بالمنظمة إلى أن تختار نماذج تنظيمية معينة تتلائم مع هذا التطورات. كذلك هناك متطلبات فيما يخص أهداف المنظمة تجعل المنظمة من الصعب يعني أن تتبنى يعني تنظيم تقليدي، بحيث في النهاية لا تصل ورائه إلى تحقيق أهداف المشروع الذي تريد أن تحققه، مثلا كما قلت لصالح زبون آخر. هناك إذن الحاجة إلى أشكال مبتكرة، أين يجب أن نضع أسس معينة بحيث يسهل أداء المهام داخل المشاريع. إذن كيف يمكن أن نعرف تنظيم المشروع؟ يعني هنا يعني بطبيعة الحال نرجع إلى ما درستموه في مبادئ الإدارة، وقلنا أن في بصفة عامة التنظيم هو يعني تقسيم للمهام وتحديد للمسؤوليات وكذلك السلطات داخل المنظمة. كذلك في المشروع هنا نقصد به تصميم البناء التنظيمي داخل المشروع، بحيث هناك تقسيم للمسؤوليات، تقسيم للمهام وكذلك السلطات بين العاملين داخل المشروع. وهنا إذا تذكرت في المحاضرة الماضية قلت دور فريق المشروع ومكونات فريق المشروع، ويجب أن يكون هناك يعني داخل فريق المشروع انسجام بحيث في النهاية نحقق أهداف المشروع. إذن داخل العملية التنظيمية أحدد هذا، أحدد إذا المسؤولية والمهام وكذلك السلطات والصلاحيات إذا أردنا أن نضيف هذا، وكذلك القواعد والأصول والإجراءات الرسمية داخل المنظمة. وهذا مهم جدا فيما يخص الإجراءات، لأن الكثير من النشاطات داخل المشروع يجب أن يتم إنجازها عبر مواصفات، يعني المواصفات في النهاية مهمة جدا. فحتى نتأكد من إنجاز المشروع عبر مواصفات معينة يجب أن تكون هناك إجراءات موثقة
رسمية على أداء الأفراد داخل المنظمة وعلى الأقسام داخل عفوا داخل المشروع، وبالتالي حتى أتأكد من قام بشيء معين يجب أن يكون لدي وثيقة أو معلومات تثبت من يقوم بعمل معين، حتى يكون أيضا هناك تحديد للمسؤوليات في أداء الأعمال المتعلقة بضمان مواصفات معينة متعلقة بالمشروع. إذن كل هذا الهدف منه هو الوصول إلى أو تحقيق أهداف المشروع من ناحية الفاعلية والكفاءة، وأظن أن هذا المصطلح أو هذين المصطلحين تعرفون أنهم يعني أنهما مهمين بالنسبة للمنظمة، الفاعلية تتعلق بتحقيق الأهداف أو مدى تحقيق الأهداف، والكفاءة تتعلق بجانب التكاليف والوقت المتعلق بالإنجاز. إذن ما هي الأشكال التنظيمية التي هي شائعة في مجال إدارة المشاريع؟ والأهم يعني هناك أشكال أخرى لا نريد أن نتطرق إليها، ولكن نحن سوف نتطرق في هذه المحاضرة إلى أهم الأشكال أو التي هي لقيت رواجا كبيرا في إدارة المشاريع. لدينا ثلاث أنواع. المشروع أو النوع الأول هو المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي للمنظمة، أي هو التابع لقسم معين داخل المنظمة. لدينا النوع الثاني هو يتعلق بالتنظيم أو تنظيم المشروع المستقل تماما عن المنظمة، هو تابع للمنظمة لكن يعمل بطريقة مستقلة، وسوف نرى ما هي خصائصه. ولدينا في النهاية نوع من أنواع التنظيمات المعتمدة في إدارة المشاريع، وهو يسمى بتنظيم المصفوفة، وهذا أيضا سوف نتطرق إليه في الشرائح القادمة بطريقة معمقة. إذا مشروع كجزء من التنظيم الوظيفي هو أصلا يعني المشروع في هذه الحالة يكون تابع لوظيفة معينة أو قسم معين داخل المنظمة، يعني في هذه الحالة المنظمة تقوم بربط المشروع مع القسم الأكثر تخصصا به. وفي هذه الشريحة سوف تجدون مثال يعني حي فيما يخص هذا الموضوع. تصوروا أن إدارة أعمال أو كلية إدارة أعمال في جامعة الملك فيصل تريد أن تبني مشروع تابع لها يتعلق بفتح تخصص إدارة دراسة عليا أو ماجستير في التسويق. بطبيعة الحال هنا عندما أتكلم عن مثلا قسم أو ما يسير في تسويق أو نقول مثلا في الإدارة، فالقسم الأقرب إلى التسويق أو الإدارة هو قسم الإدارة، يعني لدينا نحن في كلية إدارة أعمال قسم الإدارة. لكن إذا كان الماجستير يتعلق بالمحاسبة فكلية إدارة أعمال يعني إذا أخذ باعتبار هذا النموذج أو الشكل من أشكال التنظيمية فإنها سوف تربط مشروع ماجستير المحاسبة مع قسم المحاسبة داخل الكلية، لأنه الأقرب إلى تحقيق هذا المشروع. لا يمكن أن نربط ماجستير المحاسبة مع قسم آخر، لأن هنا يتعلق الأمر بالاختصاص، كذلك فيما يخص الموارد، فيما يخص المعرفة بالموضوع، حتى أعضاء التدريس المختصين في المجال يعني يكونون أقرب، إذا كان مثلا المحاسبة يكون موجودين أقرب وأقرب إلى المشروع، هم الموجودين على مستوى قسم المحاسبة. في هذا الشكل الذي لديكم يمكنني يعني أن أوضح الأمر بطريقة يعني أسهل. خذوا مثلا باعتبار مثلا مشروع تطوير منتج جديد، يعني من ناحية الكونسبت يكون أقرب وأنفع يعني أن يكون تابع لقسم إدارة الإنتاج من أنه يكون تابع مثلا لقسم التسويق، لأن هنا نتكلم عن مشروع تطوير منتج جديد. تصور مثلا شركة تويوتا تريد أن يعني تنتج منتج جديد، بطبيعة الحال شركة تويوتا لديها قسم التطوير والبحث والتطوير، لكن يمكن أن نقول أن تطوير منتج جديد هو أقرب إلى إدارة الإنتاج، وهو يعني يتعلق بجوانب تقنية عالية يمكن يعني لا نجدها مثلا في الأقسام الأخرى. هذا لا يعني أن
قسم التسويق لا يساعد قسم الإنتاج في تطوير هذا المنتج، فهو يقدم بعض المعلومات التسويقية الضرورية حتى نطور المنتج، ولكن من ناحية الوظيفية هو تابع لقسم إدارة الإنتاج. لكن مثلا مشروع فتح سوق جديدة، أي فتح مثلا نريد نحن في المملكة العربية السعودية في شركة المراعي تريد أن تفتح سوق في سوق جديد، يعني أن تبيع منتجاتها مثلا في تونس، فهذا المشروع من الطبيعي أن يكون ضمن قسم أو إدارة التسويق، فهو أقرب، لأن هنا الموضوع يتعلق بجوانب تسويقية، وبالتالي الذين يفهمون أكثر في هذا المجال هم العاملين في إدارة التسويق. إذا ما هي إيجابيات استخدام هذا الشكل من أشكال التنظيم في إدارة المشاريع؟ أولا لدينا المرونة العالية في استخدام العاملين، لماذا؟ لأن العاملين داخل الوظيفة يمكن استخدامهم في المشروع، فهناك سرعة في الحصول عليهم، وكذلك ما نحتاج إلى تخصيصهم فقط للمشروع كما هو مثلا في حالة المشروع المستقل. انتفاع أيضا من الخبرات الموجودة في المنظمة في حالة هناك عدة مشاريع. تصور مثلا هناك مشروع فتح أو مشاريع فتح أسواق جديدة في دول عديدة، يعني مثلا تصور مراعي تريد أن تفتح مشروع أو تفتح سوق في أو تبيع منتجاتها في تونس وتبيع منتجاتها في فرنسا ومشروع آخر مثلا تبيع منتجاتها في روسيا، فهي مشاريع مختلفة، لكن الموظفين أو العاملين داخل هذه المشاريع يمكن أن يكونوا ضمن الوظيفة التسويقية وإدارة التسويق، وبالتالي يمكن استخدام هذه الخبرات في العديد من هذه المشاريع. سهولة تبادل الخبرات والمعرفة داخل بين الخبراء داخل الوظيفة التي ينتمي إليها أو الإدارة التي تنتمي إليها هذه المشاريع، كذلك تطوير المسار الوظيفي للأفراد العاملين في هذه المشاريع يكون أسهل لأنهم موجودين داخل المنظمة، وبطبيعة الحال هذا حتى يشكل حافز لهؤلاء الأفراد للعمل، لأنهم لا يرون في انتمائه لمشروع معين أنه خطر، أن بعض الأفراد العاملين على مستوى المشاريع يتم توظيفهم فقط للمشروع، وعندما ينتهي المشروع يتم مثلا فصلهم، وهذا يعني في حقيقة الأمر غالبا يؤدي إلى مشاكل نفسية، والشعور بالخطر، الشعور بخطر الفصل غالبا يؤدي إلى إضعاف قدرات العامل داخل أو المنتمي إلى فريق المشروع. فيما يخص السلبيات، لدينا في هذه الحالة المشروع لا يكون محور اهتمام لدى العاملين، لماذا؟ لأن الكثير من العاملين داخل إدارة التسويق قد يكون لديهم عدة مشاريع، وبالتالي لا يركزون على مشروع معين، وقد يؤدي هذا إلى نتائج سلبية في أداء المشروع، قد يتعطل المشروع، لماذا؟ لأن عندنا عدة مشاريع والعاملين يعني بعض الأحيان يتشتتون في هذه المشاريع، كذلك قد يكون هناك تشويش في الأدوار فيما يخص تحمل المسؤوليات المتعلقة بأداء المشروع، قد يكون موظف يشتغل عدة مشاريع قد لا يؤدي مهامه في مشاريع معينة، وبالتالي قد يحتج ويقول أنا لا يمكنني أن أقوم بعدة أشياء في نفس الوقت، وبالتالي المنظمة تقع في مشكلة تتعلق بتحقيق الأهداف من وراء هذا المشروع، وقد كما قلت تتعطل المشاريع من ناحية الزمنية، وكذلك قد تكون المواصفات غير منطبقة مع ما تم اتفاق عليه مسبقا. إذا كذلك التباطؤ فيما يخص الاستجابة لمتطلبات العميل بسبب وجود كما قلت عدة مشاريع أو مستويات إدارية عديدة داخل المنظمة، تعرفون هناك باسم البيروقراطية، قد يحدث أن هناك يعني تباطؤ فيما يخص اتخاذ القرارات لأن هذه المشاريع تابعة لإدارات معينة، كذلك ضعف التحفيز لأسباب تنظيمية، يعني عندما نخصص فريق عمل لمشروع معين نحفزه لتحقيق أهداف المشروع، لكن بعض الأحيان عندما تكون لدينا عدة مشاريع والتحفيزات تكون ضعيفة، وخاصة وفي هذه الحالة يعني مدير المشروع يكون يعني موقفه ضعيف مقارنة مع المدير الوظيفي، هذا قد يشكل مشكل فيما يخص تحفيز الفريق داخل المشروع. كذلك
هذه الطريقة لا يمكننا أن نستخدمها فيما يخص المشاريع الضخمة الكبرى، لأن المشاريع الضخمة الكبرى تحتاج إلى، سوف نرى هذا، إلى مشاريع أو تنظيم لإدارة تكون بطبيعة الحال مستقلة فيما يخص الأداء وتحقيق الأهداف. إذن تنظيم المشروع المستقل جاء لكي يعني يغطي النقائص الموجودة في الشكل الماضي أو النوع من أنواع التنظيمات السابقة وهي المتعلقة بالتنظيم الوظيفي. فجاء تنظيم المشروع المستقل يعني لكي يجعل المشروع يكون مستقل تماما عن المنظمة، وبالتالي يعني يمكن إدارته كأنه منظمة أخرى، فقط هناك روابط مالية وروابط تنظيمية معينة، ولكن المدير المشروع في هذه الحالة، مدير المشروع في حالة مشروع مستقل تماما، يعني تكون لديه قوة وتكون لديه مكانة، بحيث يعني يحاول في النهاية أن يحقق المشروع، ويحاول أن يبذل قصارى جهده لكي ينهي المشروع مثلا بالمواصفات المتفق عليها مسبقا. إذن في هذا الشكل الذي ترونه، يعني هناك يعني صورة واضحة يعني كيف أن المنظمة تنظم نفسها حسب المشاريع المستقلة. لدينا الوظائف تقوم بتقديم الدعم للمنظمة بصفة عامة، ولكن المنظمة تحدث مثلا إدارة تتعلق بالمشاريع، ولكن هذه الإدارة تحاول أن تساعد فقط المشاريع وتقدم لها الدعم، ولكن المشاريع التي تملكها المنظمة هي مشاريع مستقلة. وبالتالي مثلا المشروع الأول لديه إدارة متعلقة بالموارد البشرية، إدارة الإنتاج، إدارة التسويق، فكلها مشاريع لديها إدارات خاصة بها، يعني تشتغل وكما قلت أنها منظمات مستقلة تماما عن المنظمة الأم. ما هي إيجابيات إدارة المشروع بطريقة هذه؟ هو أن لمدير المشروع كما قلت السلطة الكاملة على المشروع، وهذا مهم جدا. يعني نحن نحمل مدير المشروع مسؤولية يعني نجاح أو فشل هذا المشروع، وفي هذه الحالة يعني مدير المشروع إذا أعطيناه كل يعني بطبيعة الحال كل الوسائل الضرورية، كل المساعدة التي تجعله يعني تجعله مستقل ويحقق أهداف المشروع، وإلا يعني إذا كان ما أعطيناه الوسائل كيف نطالبه في النهاية بإنجاز أو تحقيق أهداف المشروع. فوجود مدير مشروع مستقل تماما غالبا يشكل حافز حتى لمدير المشروع لكي يحقق أهداف التي وراءها التي وضع من أجلها هذا المشروع. كذلك جميع أفراد المشروع مسؤولية مباشرة عن أدائهم داخل المشروع، يعني الذين ينتمون للمشروع يعملون فقط في المشروع، وبالتالي فهم يعني مسؤوليتهم تكون في ذلك المشروع كاملة. لا يمكن مثلا يحتجوا ويقولوا نحن نعمل في مشاريع أخرى وأداؤنا ضعيف لأننا مشتتون بين المشاريع. في هذه الحالة هو يشتغل لذلك المشروع، فكل طاقاته يجب أن يعطيها لذلك المشروع. خبرة مستمرة للعاملين، فهم في هذه الحالة التخصص في مشروع معين وتكراره بعد ذلك، يعني نحن ننتهي من مشروع معين العاملين فيه ينتقلون من مشروع معين هذا إلى مشروع آخر جديد في نفس النوع، هذا يجعل العاملين داخل المشاريع يكتسبون خبرة كبيرة، وبالتالي هذه الخبرة سوف تساعدهم على مثلا الإسراع في تحقيق المشروع من ناحية الوقت، عدم ارتكاب أخطاء بحيث في النهاية يكون عندنا مواصفات غير مقبولة مقارنة مع ما تم الاتفاق عنه إلى غير ذلك. تكوين هوية قوية لدى فريق المشروع، فريق المشروع الذي يعمل دائما معا سوف يكون تكون لديه هوية قوية، بحيث هذا يساعد في تلاحم الأفراد داخل المشروع، يعني الانتماء إلى مشروع معين، وخاصة إذا كان هذا الفريق وهذا التيم يعمل لمدة طويلة معا ويحقق نجاحات كبيرة سوف يكون عنده قوة كبيرة، وهذا يذهب لصالح أو يكون لصالح مدير المشروع والمنظمة بصفة عامة. كذلك هناك سلطة مركزية على مستوى المشروع اللي هي في يد مدير المشروع، أي هؤلاء العاملين داخل المشروع ما عندهم
ما عندهم تدخلات خارجية من طرف الموظفين أو مسؤولين في المنظمة، فمسؤولهم المباشر والوحيد هو المدير المشروع، وبالتالي هناك سلطة في اتخاذ القرار، وهذا يذهب يعني أو يكون لصالح المشروع، لأن عندما تكون عندنا سلطة واحدة معناها أن الشخص يتلقى أوامر من شخص واحد أو من جهة واحدة، وبالتالي هذا يكون إيجابي. كذلك هناك مرونة فيما يخص اتخاذ القرارات، يعني مدير المشروع والعاملين داخل المشروع ما عندهم حاجة أنهم يمروا أو تكون لديهم دائما علاقة مع الإدارة التابعة للمنظمة الأم، وهذا يجعل المشروع يعني يكتسب مرونة معينة. يعني مثلا مدير المشروع يمكنه أن يقرر مثلا أو عبر يعني اتفاق مع فريق العمل أن يزيد مثلا ساعات العمل، بحيث يعني يتدارك مثلا ضياع وقت معين في فترة معينة، وبالتالي يسرع في إنجاز العمل، لكن هذا وأؤكد عليه يعني لا يكون مجانا، يعني غالبا نحفز العاملين داخل فريق العمل بحيث ينجزوا أو يقدموا ساعات إضافية لإنجاز الأعمال، ولكن يجب تحفيزهم ماديا. وبما أن قلنا في هذه الحالة مدير المشروع لديه استقلالية ولديه السلطة، يمكنه مثلا أن يقرر أن يعني يستخدم موارد مالية تابعة للمنظمة لكي يقدم هذا التحفيزات، وبالتالي يدعم فريق العمل لكي يحقق أهداف المشروع بسرعة وبمواصفات عالية. طيب ما هي، قلت لكل نموذج سلبيات وإيجابيات، إذا ما هي سلبيات هذا الشكل؟ هي أولا أن يعني بطبيعة الحال هناك ازدواجية فيما يخص وظائف الدعم على مستوى الإدارة العليا، يعني الإدارة العليا بطبيعة الحال عندما تشكل إدارة تهتم بالمشاريع يجب أن تقدم لها الدعم. هذا الدعم يعني بعض الأحيان المنظمة تحتاج، مثلا تصوروا منظمة تعمل على عدة مشاريع وتلك المشاريع تحتاج إلى شاحنات، في بعض الأحيان المنظمة في هذه الحالة تضطر إلى شراء كميات أو عدد من الشاحنات للمشروع الأول والمشروع الثاني والمشروع الثاني، يعني بعض الأحيان يعني حتى التكاليف ترتفع. ويعني لو كانت هذه المشاريع تابعة أو تكون على مستوى الوظيفي، يمكن مثلا نشتري أنواع معينة من الشاحنات تستخدم في المشروع الأول ثم في المشروع الثاني، لكن في هذه الحالة بما أننا نريد استقلالية ف يعني الوسائل التي سوف نستخدمها في الدعم سوف بعض الأحيان تكون يعني تكون متعددة ومتكررة، وبالتالي قد يرفع هذا من التكاليف فيما يخص إنجاز المشاريع. كذلك فيما يخص تخزين المستلزمات، بعض الأحيان يعني مدراء المشاريع يضطرون إلى شراء كمية كبيرة من الموارد ويستخدمونها في مشروع واحد، بعد ذلك يتم تخزينها وتركها دون استخدام، وهذا قلت يشكل عائق. يعني إحنا المنظمات نريد أن تكون لدينا استخدام عقلاني للموارد، ولكن في هذا الإطار يعني إذا أردنا أن يكون عندنا مشروع مستقل من الطبيعي أن استخدام بعض الوسائل في مشروع معين لا يستخدم في المشروع الثاني، وبالتالي يكون يعني وجودها بدون استخدام يشكل بالنسبة للمنظمة تكاليف. كذلك لا يستطيع المدير يعني بعض الأحيان المدير مشروع في مشروع مستقل أن يستفيد من الخبرات الموجودة داخل المنظمة، لماذا؟ لأنه يقال له خلاص أنت مستقل فخذ الفريق العمل الذي تريده، ولكن إذا احتجت بعد ذلك إلى موظفين داخل المنظمة الأم يعني هذا لن يكون أوتوماتيكيين، يعني لا يكون تلقائيين، وبالتالي ممكن يعني لا تتحصل على ما تريد، وبالتالي بعض الأحيان يعني مدير المشروع في مشروع مستقل قد يجد نفسه بحاجة إلى بعض الخبرات داخل المنظمة الأم ولا يتحصل عليها. كذلك قد تحدث صراعات بين العاملين داخل فريق العمل في المشروع مع العاملين داخل المنظمة الأم، بسبب ماذا؟ بسبب مشاكل مالية وتحفيزات، لماذا؟ لأن غالبا الذين يعملون في فريق المشروع هم أشخاص يتحصلون على حوافز مادية ومالية تجعلهم
أحسن يعني من الذين يعملون في المنظمة. مثلا فريق العمل، العاملين في فريق العمل قد تكون لديهم تعويضات أو بدلات تتعلق بالسفر، بالإقامة إلى غير ذلك، يعني تكون غالبا، يعني غالبا تكون أجورهم مرتفعة مقارنة مع العاملين داخل المنظمة، مما يحدث حساسات يعني أو يحدث مشاكل تتعلق بالحسد إلى غير ذلك، مما يؤدي إلى وجود صراعات. كذلك بالعكس، مثلا في حالة وجود قلق لدى أفراد العاملين داخل المشروع المستقل، بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يعني يعيشون يعني حالة من 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 القلق بسبب والحيرة، بسبب مثلا أنهم وصل المشروع إلى نهايته. غالبا عندما يصل المشروع إلى نهايته فهم يتساءلون هل يعني سوف يتم توظيفهم في مشاريع أخرى، أم سوف يتم فصلهم، أم سوف يدرجون ضمن العاملين داخل المنظمة الأم. فهذا يعني يشكل عائق بالنسبة لمدير المشروع الذي يجب أن يهتم بهذه النقطة، وحتى يطمئن العاملين داخل فريق العمل مثلا بأن بعد انتهاء هذا المشروع سوف ينطلق مشروع آخر أو يتم توظيفهم في مشاريع أخرى تابعة للمنظمة. النموذج الآخر أو يعني الثالث أكثر انتشارا، وهو يسمى تنظيم المصفوفة. يعني في تنظيم المصفوفة يعني هناك يعني محاولة لإيجاد علاقة أو خليط بين النموذج الأول الوظيفي والمستقل. يعني في هذه الحالة لا نريد يعني أن يكون المنظمة، لا تريد أن يكون وظيفي 100%، ولا تريد أن يكون هناك استقلال تام عن الموظف، فتحاول أن تجد نظام وسيط أو حل وسط، ويسمى تنظيم المصفوفة. هذا الشكل البياني يوضح يعني بطريقة ملخصة مع معنى تنظيم المصفوفة. في الجانب الأفقي لدينا الوظائف الأساسية للمنظمة أو الإدارات، لدينا إدارة الموارد البشرية، إدارة الإنتاج، وإدارة التسويق والمحاسبة مثلا، وعلى المستوى العمودي لدينا المشاريع. إذا كل مشروع ليس لديه إدارة مستقلة، ولكن لا ينتمي أيضا مباشرة إلى إدارة معينة. فهو مثلا المشروع الأول لديه لديه دعم وخدمات تقدمها له إدارة المحاسبة، وكذلك يتلقى من إدارة التسويق دعم، ومن إدارة إنتاج دعم إلى غيره. لكن هذه كل إدارات تقدم دعم لكل المشاريع الأخرى. إذا هناك جانب من الاستقلالية وجانب من أيضا الانتماء أو الرابطة الوظيفية مع الإدارة الأم. إذا ما هي أنواع التنظيم المصفوفة؟ يعني حتى داخل التنظيم المصفوفة هناك درجات. المصفوفة القوية وتسمى أيضا مصفوفة المشروع، في هذه الحالة يعني تكون خصائصها أقرب إلى مشروع المستقل، ولكن مع بقاء العلاقة مع المنظمة الأم. معناه في مصفوفة القوية أو مصفوفة المشروع نحاول أن نعطي أكثر استقلالية مع وجود الدعم والعلاقة. فيما يخص المصفوفة الوظيفية وتسمى أيضا المصفوفة الضعيفة، وهي مصفوفة يعني أكثرها يعني هناك رابطة أكثر مع رابطة وظيفية أكثر مع المنظمة، وهناك استقلالية أقل تجاه المنظمة الأم. كذلك هناك ما يسمى المصفوفة المتوازنة التي تجمع بين هذين النوعين السابقين، وخصائصها تقع بين هذين يعني النوعين الذين ذكرتهما سابقا. بطبع الحال عندما نتكلم عن هذه الأشياء ليست يعني علوم دقيقة، بما أننا إحنا في علوم اجتماعية والإدارة جزء منها، يعني باختلاف البيئة، باختلاف الوقت، باختلاف الأفراد، يعني نوجد نظام معين، تنظيم معين، بحيث نحقق أهداف المنظمة. هذا هو الهدف. يعني في النهاية مهما اختلفت الأشكال التي أخذها باعتبار، يجب فقط أن أضع يعني كأنا كمدير أن أضع أمام نصب عيني يعني الهدف ما هو؟ أنني أحقق أهداف المنظمة، ليس في حد ذاته الشكل هو المهم. ما هو يعني في النهاية ما هو ينتج عنه، أو ما هي النتيجة التي يحققها عبر استخدام لشكل معين؟ ما هي المزايا المتعلقة بتنظيم المصفوفة؟ إذن
في تنظيم مصروفة يكون نقطة تركيز على مدير المشروع لأنه متفرغ لمشروع. بطبيعة الحال العاملين داخل المشروع يتم اختيارهم من الوظائف، وبالتالي ليسوا مستقلين تماما، ولكن أيضا ليسوا تابعين للوظائف، فهم يعملون داخل الوظائف ولكن غالبا يتم استخدامهم في المشروع، وممكن بذلك أن يعودوا إلى الوظائف. ولكن يجب يعني أن نركز على هذه النقطة، أنهم لا يبقون ضمن الوظائف في السوق في المشروع، فهم يعني يعملون ضمن الوظائف ولكن يتم انتدابهم ضمن المشروع. يعني فيما يخص تنظيم المصفوفة، المدير المشروع يمكنه الاستفادة من الخبرات الموجودة داخل المنظمة، بما أنه يعني لديه علاقة مع إدارات الموجودة داخل المنظمة، وبالتالي لا يكون مستقل تماما، فيعني يضطر أحيانا إلى عدم الاستفادة من الخبرات الموجودة، وبالتالي هو موجود داخل المشروع المستقل نسبيا، ولكن يمكنه أن مثلا أن يطلب استخدام مجموعة من الأفراد في قسم التسويق لفترة معينة. إذن هذا مهم جدا. كذلك تنظيم المصفوفة يقلل أحيانا من الصراعات التي ذكرناها سابقا. لماذا؟ لأن العاملين داخل المنظمة تكون لديهم تقريبا نفس المزايا فيما يخص جوانب المالية، وبالتالي لا تحدث هذه الصراعات التي سببها يعني المزايا المالية والمزايا الأخرى المعنوية التي قد يتحصل عليها العاملين فيما يخص المشروع المستقل. ما هي السلبيات تنظيم المصفوفة؟ في حال وجود تنظيم مصفوفة هناك مشكلة توازن بين مدير المشروع والمدير الوظيفي، أي المدراء الوظيفيين على مستوى الإدارات لديهم سلطة، إذا يتدخلون في المشروع وهذا لا يريده المدير المشروع، وبالتالي قد تبدأ يعني صراعات كبيرة، وهذه الصراعات يعني تكون بعض الأحيان عائق في ما يخص تحقيق أهداف المشروع. كذلك تثير عملية تحريك الموارد داخل المنظمة تثير يعني مشاكل. لماذا؟ لأن مدراء المشروع يطالبون المنظمة بموارد معينة، وقد نجد مثلا الإدارة العليا تقدم الدعم لمشروع معين ولا تقدمه لمشروع آخر، وبالتالي يعني تحدث أيضا في هذه النقطة صراعات كبيرة مما يؤدي بعض الأحيان إلى فشل المشاريع. إذا كذلك هناك مشكلة تتعلق بالقيادة. الكثير من المشاريع المبنية على المصفوفة يعني هناك مشكلة تتعلق بالقيادة. بعض يعني الفرق أو العاملين ضمن الفرق يتلقون أوامر من مدير الوظيفي وكذلك من مدير المشروع، يعني في النهاية لا يعرف أي شيء يتبع أو أي أوامر يتبع، وبالتالي هذا يزعزع ثقة العاملين ضمن فريق العمل، مما يؤدي إلى وجود مشاكل كبيرة فيما يخص الأداء. إذا ما هو رأينا؟ كيف يتم اختيار الصيغة المناسبة؟ قلت لا يوجد صيغة مثلى يمكن الأخذ بها، ولا يوجد يعني بالضبط يعني قوانين معينة نقول أن هذه يجب في هذه الحالة أن نأخذ باعتبار، حسب إذن المنظمة، حسب البيئة، حسب العناصر التي تكون هذه العلاقة، حتى العلاقة بين المدير المشروع والمنظمة، حتى شخصية المدير المشروع، حتى شخصية أو المؤثرين، أشخاص مؤثرين في الإدارة العليا، كلها عناصر تؤثر في اختيار النموذج المتعلق بتنظيم المشروع، وهذا مهم جدا، يعني يجب أن نفهم هذا. يعني أنتم الآن يعني عندما تصبحون مسؤولين أو مدراء في شركات وتريدون يعني تنظيم المنظمة على أساس مشاريع، لن تفتحوا كتابا وتجدون مكتوب فيه يعني ها هي المواصفات فخذ بهذا التنظيم، فأنت الذي تقيم ما هي العوامل التي يعني هي في تلك الفترة هي موجودة، وما هي العناصر التي سوف تؤثر في أداء المشروع، وبالتالي تختار التنظيم الأمثل والتنظيم الأحسن لذلك المشروع.
إذا لكن يمكن أقول لكم ما هي نعم الأشياء التي تتعلق باختيار المشروع أو الأسس التي يتم اختيار عن طريقها المشروع. أولا ما هي الأهداف التي تريدون تحقيقها من وراء المشروع، كذلك المهام الأساسية التي تريدون يعني أن تربطوها وتريدون تحقيقها من وراء تنظيم المشروع، وكذلك يعني إذا أردتم نظم أو يمكن أن ترتبوا هذه المهام في قائمة معينة بحيث في النهاية تعطيكم دليل أو تدلكم على اختيار تنظيم معين. إذا كذلك يجب تحديد الوحدات إلى غير ذلك. لا أريد أن أطيل عليكم، أود أن ترجعوا إلى الكتاب لأن في الكتاب هناك شرح أكثر ووافي حول هذه النقاط. إذا في انتظار المحاضرة المقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونبقى إن شاء الله في تواصل أيضا عبر المنتدى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.